تم تفعيل لجان المحلية للتنمية بمعتمدية بني خيار، واللي ضم كل من المناطق الآتي ذكرها، اللي هي ديار بن سالم، المعمورة، الصمعة، غردايا والحلفة. مع العلم أن هذه اللجان تضم على الأقل 10 أعضاء، أما بالنسبة للجان فهي لجنة التجهيز والتهيئة الترابية، لجنة الصحة والنظافة والمحافظة على البيئة، لجنة التشغيل والشؤون الاجتماعية، لجنة التخطيط والاستثمار، وفما لجنة أخرى غير قارة هي لجنة التربية والثقافة والشباب والرياضة. وبعد تعيين هذه اللجان تم التوافق على أنها تجتمع كل لجنة على انفراد للنظر في المشاريع ومشاكل ومشاغل المنطقة، خاصة بالمعتمدية بني خيار.